كم عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هنشرح درس مشكلة الأمية في مصر. أول حاجة في الدرس، ما هي الأمية؟ هي عدم معرفة القراءة والكتابة. ما هي العشوائيات؟ هي منازل بنيت دون تخطيط بسبب هجرة السكان الريف إلى المدن. النهاردة هنتكلم عن درس التراث الثقافي، الثقافي للسكان في بلدنا. أول حاجة، ما هو التراث الثقافي؟ هو كل ما تركه لنا الأجداد من أماكن تاريخية وأثرية، فنون شعبية وصناعات حرفية وكيان وتقاليد اجتماعية. هنكمل الجزء التاني في الفيديو اللي جاي، واللي حافظ يعمل يبعتي أوكي. باي باي.